بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سبحانه هو الله الواحد الأحد. سبحانه هو الفرد الصمد. سبحانه خلقنا ورزقنا وأعطانا من الخير ما لا يعد ولا يحصى وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. قال موسى عليه السلام يا رب العالمين علمني كلمات اذكرك بها. فقال له مولانا عز وجل: يا موسى قل لا اله الا الله. فقال موسى عليه السلام يا رب العالمين ان كل عبادك يقول لا اله الا الله. وانا اريد شيئا تخصني به وحدي يا رب العالمين. فقال له مولانا عز وجل: يا موسى لو وضعت السماوات السبع والارضين السبع في كفه ولا اله الا الله في كفه اخرى لرجحت كفه لا اله الا الله وصلاه وسلاما يليقان بمقام الحبيب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين خير من صلى وصام وتهجد لربه عز وجل وقام تقول عنه كتب السيرة كان النبي عليه الصلاة والسلام فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر يبدأ من لقيه بالسلام ويتحدث بجوامع الكلم لا قصور فيه ولا تفضيل يقول سمرة ابن جندب رضي الله عنه جلست مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة كان القمر فيها بدرة يا بخت قعد مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ليلة كاملة جلست مع رسول الله في ليلة كان القمر فيها بدرا فأخذت أنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى البدر فوجدت وجه النبي صلى الله عليه وسلم أجمل من البدر اللهم صل على الحبيب وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أهلا بكم ايها الاحبه المشاهدون اينما كنتم وهذه الحلقه الجديده من برنامجكم حجوز حلقتنا النهارده نكلم فيها عن المشاكل الكثيره التي تحدث بين الازواج وتؤدي الى الوصول الى المحاكم فريق عمل هذا البرنامج ذهب إلى محكمة الأسرة، وتابع بعض القضايا، وبعض المشاكل، وللأسف الشديد حضراتكم قلنا امبارح ولسه بكرر تاني، وبقول بلغة الأرقام وهي لغة لا تعرف الكذب، إن احنا عندنا حالة طلاق كل ست دقائق في مصر المحروسة. كل ست دقايق حالة طلاق. نتيجه للخلافات والمشاكل والمتاعب والمنغصات وكمان طبعا الجهاز طبعا احدى الاجهزه التابعه لمجلس الوزراء طلعت بيان جهاز المعلومات قالت فيه ان احنا خدنا المركز الاول عالميا في الطلاق ودي مشكله كبيره جدا ازاي الناس تتعايش يا جماعه مع بعضها ازاي الزوجه تحترم زوجها وتعامله المعامله الطيبه ازاي الزوج يتعامل مع مراته ويعملها المعاملة الطيبة اللي ترضي ربنا ويجعل شعاره قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ما أكرم النساء إلا كريم وما أهانهن إلا لين امبارح برضو أنا قلت جملة مهمة جدا بأكد عليها النهاردة تاني الجملة دي بتقول إن الزواج نظام عظيم لا يفسده إلا المتزوجون الزواج نظام عظيم لانه شرع ربنا سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر بالزواج، لأن الله هو الذي شرع لنا الزواج. لكن لا يفسده إلا المتزوجون. لما الزوج والزوجه كل واحد فيهم بيبحث عن حقه بس وينسى واجبه، انسى عليه إيه. عندئذ تتحول الدنيا إلى مشاكل وإلى متاعب وإلى منغصات. عايز أقول يا جماعه في البدايه الحياه الزوجيه مش معركه. فيها فائز ومهزوم لا والله الحياه الزوجيه تكامل وتعايش على موده وسكن وامن وامان وهو ده اللي يرضى ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى وقدر فهدى وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير فريق عمل البرنامج رحنا لمحكمة الأسرة ورصدنا عدد من المشاكل اللي بيخلي الزوجة تروح المحكمة وتشتكي زوجها عندنا حالات كتيرة جدا ومشاكل كتيرة جدا من بينها حالة الست خضرة الست خضرة راحت المحكمة تشتكي من زوجها يا ترى اشتكت ايه وقالت ايه وايه مشكلتها ده اللي هنشوفه وراجعين مكملين مع حضراتكم برنامجكم حجوز كنا متجوزين وعايشين عادي ومفيش اي مشاكل بينا ومعايا انا منه لما رجعت له انا جبت منه كمان طفلين غير البنت الاولانيه وفي الاخر من غير مناسبه من غير مقدمات انا بشطب في الشقه بتاعتي انقل فيها فوجئت ان هو راح كنت سالفه فلوس اشطب بيها راح واخدها ومشي وتليفوناته اتقفلت حاولت عن طريق اخواته عن طريق اهله ان انا اتكلم معاه ما فيش عن طريق السواقين بتوعه ما فيش فلجأت المحكمة أنا بس لا لسه ما... ما فيش أي حاجة وبعدين كان في عربيات بتاعتنا بتاعت إخواتي من دم هو واخدها مشغلة واخدها وكان شغالة لغاية فترة قريبة مش عايز يجيبها خافية ومش بيجي ولا يجيب لهم فلوس ولا بيصرف علينا و... وناكر بقى ان هو أنت طالب بيه اللي يعني يعني يبقى في مثلا عدالة سريعة بالذات للنفع. <music> آه رجعنا لحضراتكم وأكيد طبعاً حضراتكم شفتوا مشكلة الست خضراء. اللي يعني جوزها عمل فيها حاجات غريبة جدا، حاجات تغضب ربنا سبحانه وتعالى. حاجات طبعاً بعيدة عن الرجولة، حاجات بعيدة عن الأخلاق. يا جماعة لسه قايل لكم حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما أكرم النساء إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم طبعا ست خضرة واجهت مشكلة كبيرة جدا جوزها طبعا خد فلوسها سرق فلوسها كلها واختفى وقفل كل تليفوناته وخد ثلاث عربيات من أهلها وطبعا بتدور عليه مش لاقياه راحت رفعت عليه قضية خلع وقضية قضية نفع الأول وبعدين قضية خلع يعني إيه اللي خلى طبعا هي المفروض كان المفروض الأول قبل ما تتجوزوا كانوا يسألوا أهلها المفروض يسألوا عليه وزي ما قلنا جواز رق ودايما يقول لك قبل ما تناسب لسه عاملين موضوع بهذا الشكل قبل ما تناسب حاسب يعني المفروض إن احنا يعني نتقي ربنا سبحانه وتعالى في زوجاتنا بقى أنت بدل ما تصرف عليها تاخد فلوسها وفلوس أهلها وعربيات من أهلها وموبايلاتها وحاجتها كلها وتختفي وتدور عليك مش لاقياك طب فين الرجولة بقى فين الأخلاق يا أخي ده الزواج زي ما علمنا القرآن العظيم تحت عنوان كده امساكم بمعروف أو تسريح بإحسان بقول تاني وتالت ورابع يا جماعة امساكم بمعروف يتعيش معاها بما يرضي الله سبحانه وتعالى يا أنت مش مستريح مش مبسوط مضايقاك خنقاك مزعلاك اصبر عليها على قد ما ربنا يقدرك ما قدرتش تصبر ولا تتحمل يبقى تفضلي ادي حقك وتنتهي المساله عند هذا الحد، لكن ان يصل الامر لمرحلتنا خلاص وصلتها حضرتك انها تروح المحكمه لانك ضحكت عليها وخدت طبعا فلوسها وخدت فلوس اهلها، طب انت هتقول حتق... ربنا ايه سبحانه وتعالى يوم القيامه، ده انت بدل ما تبسندها سندها و... وعضدها وتقف جنبها وترعاها وشوفوا حضراتكم بتبكي وهي تتكلم يعني هي ما كانش نفسها انها تروح محكمه المحكمه لكن هي اضطرت لذلك اضطرارا لان عندها اولاد وعندها ظروف وعايزه تصرف على اولادها فيا جماعه مهم جدا احنا لازم نتقي ربنا سبحانه وتعالى ولازم نعرف حاجه مهمه جدا عند الله تجتمع الخصوم ولازم نعرف حديث سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اللي بيقول لنا فيه كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته معايا اتصال تليفوني يا أم أحمد السلام أيوة. عليكم أيوة يا دكتور السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا دكتور انا عايزه اقول لك على حاجه اتفضل يا محمد يعني ودليني فيها احسن انا محتاره خالص اتفضل يا محمد ربنا يعلمنا جميعا ان شاء الله يا رب يا رب ووفق بين كل زوج وزوج امين يا رب وابعد عني وابعد الشيطان كده من بيوتنا يا رب اللهم امين يطرد الشيطان من بيوتنا يا رب انه على ما يشاء قدير يسمع منك ربنا سبحانه وتعالى اتفضل يا, يا محمد احمد انا عندي بنت اختي متعلمه وكويسه و... واتجوزت من من سنه او سنه ونص ومعاها طفله مم. وبعدين مش مرتاحه خالص لا مع حماتها ولا مع جوزها هي عايشه مع حماتها عايشه مع حماتها اه في بيت انت عارف بقى الارياف والكلام ده كله مم. والبنت يعني من نوع المطيع ومش عارفه تخلص منهم خالص حماتها يعني شابه صغيره ودي اول جوازتها يعني حماتها بتاع 45 سنه طب تمام مم. بس موريها الذل يطلع منين مم. ليه بقى وتيجي بتيجي بقى ارفعها في عيشتها خالص يعني يعني ايه اطبخي اعملي اغسلي لا ما عليك من الطبيخ والحاجات دي لا ما, ما تخرجيش اخرجي بإذني انا هنا ست البيت إيه لا انت جبت انت رحت فين رحت ابوها مريض وامها متوفيه امها دا طب وجوزها فين بقى علي. راي جوزها ايه في الكلام أمها ده امها توفت من حزنها على بنتها يعني وتعبت جالها شويه تعب وراحت فيها من حزنها على بنتها لا حول ولا قوه الا بالله وهم سايبينها بردك ماسكينها بردك وعمالين يسبوها ويشتموها و... ومبهدلينها يعني لو خرجت راحت لابوها ابوها مريض وتعبان من قبل امها ما تموت أم راحت امها يمسكها يمسكوها يزعقولها لابوها يمسكوها يزعقولها وانت بروحتي ليه وما ليه وعايزين ورثك عايزين ورث امك عايزين ورثك ما خدناش من ورث امك حاجه بيعوها ذهبها بتاع الشبكه وصرفوا خدوا عمل بيه مشروع والمشروع فشل وكل ده وماشي ماشي 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 فالبنت دلوقتي زهقت بقى من كتر معاملتهم لها وخرجت. راحت فين يا فندم؟ راحت عند ابوها رحت اه عند أبو. تمام قعدت عند ابوها اه غضبانه م. يعني. م. فعمالين بقى يقولوا لها انت مش هتاخدي حاجه وهنمسك لك الفرش ما انت شطولي حاجه من الفرش وهنعمل فيكي احنا مش عايزين خراب البيوت اصلا احنا عايزين هتعيش عيشه كويسه وخلاص يعني هو لما جه العريس يخطب البنت دي بنت اختك دي مش قال لها آه. انك هتعيشي مع امي ولا ولا لا ولا ما قالهاش؟ لا ما قالش ما قالش بس م. هي هي معاها مش مش معاها في شقه هي معاها دي في شقه ودي في شقه يعني كل واحد في مكان يعني طيب كل واحد في مكان اه مم. اه بس دلوقتي برضه هي بقى حكمها يعني ايه مم. حكمها حكم جامد يعني مفيش حاجه تتفضل في شقتك مفيش اكل يتحط في شقتك الاكل هنا الشرب هنا تخرج وتروح في كل حته ولا انت اللي قاعده في البيت انت اللي تخرجي معاها طفله تعبانه رجلها انكسرت وهي على ديها وقعت منها انكسرت لا انت تقعدي ببنتك انت ما تخرجيش من البيت انت ما تطلعيش انت كده يعني بالطريقه دي طيب سؤالك يا حاجه سؤالك ايوه احنا مش عايزين <applause> نعمل ايه يا دكتور احنا مش عايزين موضوع الطلاق ده ولا عايزين الفشل مم. احنا عايزين يعيشوا بما يرضي الله فاحنا عايزين نعمل لهم قعده بقى مثلا الناس رجاله يعني يكونوا بيفهمهم وكده ويقعدوا ونشوف بقى ايه الحكايه يعني مش تمام. احنا مش بنجري عشان نخرب البيت ولا حاجه تمام اه فاحنا مش عارفين نعمل ايه نبصلهم ازاي ولا نعمل معاهم ايه يعني ما احناش عارفين والله يعني اتصلت بحضرتك دلوقتي عشان اكلمك في المعنى دي طيب فندم مشكورك شكرا جزيلا آه طبعا من خلال التلفزيون وهجاوب على حضرتك يا جماعه أديكوا شايفين مشكله كبيره جدا هتكلم فيها ان شاء الله لكن معايا اتصال تليفوني اخر معايا الاستاذ احمد يا استاذ احمد سلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيك يا استاذ احمد اتفضل. اهلا بحضرتك. <applause> والله يا دكتور انا يعني عايز استشير حضرتك كده واعرف راي الدين في موضوع يخصني انا شخصيا يعني. اتفضل يا استاذ احمد. انا دلوقتي متجوز بقالي لي 10 سنين م. وطبعا آآ آآ الست اللي انا متجوزها ربنا ما اردش منها الانجاب. نعم. م. فانا طبعا ما انا ما قصرتش بصراحه معاها ورحت للدكتور كتير لفيت دكاتره كتير يعني مم. يعني وقالوا, وقالوا ايه الاطباء ماذا قاد الاطباء والله الاطباء قالوا ان هي الحاله صعبه جدا تمام مم. ف المشكله إيه عندك ولا عندها يا احمد لا المشكله عندها عندها تمام مم. نعم فانا دلوقتي انا طلبت منها ان انا اتجوز <applause> و... وهي تفضل يعني معايا يعني. على ذمتك ايضا نعم ايوه <applause> قلت لها خليكي معايا معززه مكرمه واللي هتيجي انا اجيب لها شقه بره يعني تمام فهي رفضت وقالت لي لا انا يعني قالتها لي كده انا زي الفريك ما بحب الشريك <applause> فعلا يعني طبعا انا طيب انا يعني دلوقتي هما حاليا في مشاكل, مشاكل بيننا قائمه هي عايزه تتطلق وانا ما كرهتش فانا مش كاره فانا عايز اعرف راي الدين حضرتك الحاجة اللي هي مستحقة بي... ان هي تاخدها هي بتطالب طبعا بقيمتها كلها واهلها بيطالبوا بالقايمة كلها والمؤخر وكل حاجة يعني طب ما انت ممكن تعيش معاه ما انت من حقك تتجوز ما فيش مشكلة وتعيش معاه اللي تعيش مع الاثنين وخلاص ما فيش مشكلة اهو هي رافضة المبدأ ده يعني هي رافضة ان انا افكر اساسا في الموضوع ده أساساً. يعني رافضة ان يعني ان كلها أوه. نصف رجل عايزة حت... حياتك ما تتجوزش عليها مرة أخرى وخلاص بالضبط. تكتفي هذا بالضبط. تمام. بالضبط حاضر ربنا يخليك دكتور شكرا جدا الله خير. شكرا يا دكتور شكرا يا استاذ احمد يا جماعه مشكله ست ام احمد مشكله طبعا هي بتحكي عن بنتها طبعا او بنت اختها اللي عندها مشكله كبيره جدا مع جوزها وعايشه مع احمدها انا برضو بقول حاجه مهمه جدا بقول الحياه الزوجيه تقوم على التعاون وعلى المحبه وعلى الموده وبقول برضو لكل حما شايفاني دلوقتي من فضلك يا ست الكل عمل مرات ابنك المعامله الطيبه اللي ترضى ربنا سبحانه وتعالى وبقول برضو لكل مرات ابن عامله حماتك واحترميها معامله طيبه عشان انت برضو بكره هتبقي حما وخدوا بالكم سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا في الحديث الصحيح ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعطي لعليمنا حقه فاعتبري حماتك دي ست كبيره وكبيره فيها كبيره فعلا في السن فلا بد اعتبرها زي امك بالضبط فانت عامليها المعامله الطيبه اللي ربنا وبقول له كل مرات ابن دعوه زي ما بيقولوا المثل المصري بيقول دعوه الام في الكم ودعوه الحما في السماء يعني لما حماتك ترضى عنك وتدعي لك يبقى انت ربنا اكيد سبحانه وتعالى هيكرمك في الدنيا وفي الاخره يعني طبعا فيما يتعلق بالمشكله انا بنصح انكم تجيبوا حكم من اهله وحكم من اهلها وان شاء الله انا مبسوط من حضرتك طبعا من ام احمد انها بتقول لي مش عايزين نطلق إحنا ضد الخراب يا جماعه لو عندنا امل في اصلاح الزوج او الزوجه بنسبه 8% او ربع في الميه لابد ان نجري وراءه لان خراب البيوت مساله مش سهله طبعا نحاول نحل المشكله وان شاء الله نجد لها حلا باذن الله سبحانه وتعالى استاذ احمد طبعا عنده مشكله كبيره جدا استاذ احمد مراته ما بتخلفش وبقى عشر 10 سنين وحاول يروح بها الأطباء ونفسه في في ولد او بنت من حقه طبعا ما فيش مشكله في هذه الحاله عايز يتجوز يتجوز ما فيش مشكله في هذه الحاله وكنت وكن بنصح الزوجه يعني الاولى انها ترضى ان نصيبها كده وتعيش معاه وتسيبه يتجوز ويخلف وربنا ان شاء الله يكرمها وتعيش معاه ان شاء الله وربنا يتقبل منها ان شاء الله اما اذا رفضت فطبعا هو يعطيها حقها ويرضي فيها الله سبحانه وتعالى ومن ننساش ولا الزوج ينسى الفضل ولا الزوجة تنسى فضل زوجها زي ما ربنا أنا في القرآن العظيم ولا تنسوا الفضل بينكم وهو ده اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى اه احنا معانا اتصال تليفون يا شيماء معانا أم يوسف حاضر يا أم يوسف سلام عليكم السلام عليكم يا دكتور محمد. عليكم السلام يا ام يوسف ازيك؟ ربنا يخليك يا دكتور محمد بقول لحضرتك يا دكتور انا عندي بنتي مجوزاها انا في محافظه الجيزه هي متجوزه في بلد ثانيه تمام طبعا كده لما تيجي تنزل عشان تزورني او يعني اهلها وكده اهوت فهو يعني ايه بيركض وتتخانق معاه فجينا جينا حلينا المشكله دي وقلنا خلاص نزلها أنا بعد ثلاث اشهر او اربع اشهر حتى ده هي برضو لما ايه مثلا جه يعملها برضو برضو, برضو بيتخانق معاها ولازم يروح قبل ما مثلا ينزلها لازم يستاذن اخوه. امم فهي بتقول انا متجوزاكي انت وانا متجوزاكي انا لا أخوك. مش متجوزه اخوك تمام امم اه انا لما عاوز انزل اسلم اقعد مع عندها هم هي عايشه هي عايشه العيله كلها عايشه ببيت عيله ولا لوحدها؟ اه اه هي عايشه ببيت عيله بس ليها شقتها مستقله مع نفسها واكلها لوحده وكل حاجه طيب طب خلاص بس يبقى طبعا كل حاجه يا دكتور محمد في ايد اخوه دوت حتى الفلوس اخوه هو اللي بيصرف عليه هو مم. اللي بيديله الفلوس هو اللي بيديله مصروفه. آه فطبعا هي دلوقتي يعني ايه حتى مش بنتك يا حاجه مش بنتك بتصرف كويس وجوزها بيجيب لها كل اللي هي عايزاه؟ والله حتى دي برضه اتخانقوا معاه برضه يا دكتور محمد في الموضوع ده اهوت لما برضه احنا اتدخلنا والكلام ده اهوت فاتفقوا معاه ان هم يجيبوا لها كل حاجه في في البيت الاكل والشرب وليها مشروع مصروف في ايدها كل يوم 25 جنيه. تمام 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 مم. هي راضيه بكده ومرتاحه بكده هي من اللي مضايقاها حته ان هي بتقول لك ايه انا من الحبسه اتخنقت يعني هي الخروج ما بيخرجهاش طيب اللي آه البلكونه آه ما فيش ما النهار محبوسه شقتها ما بتخرجش لا تروح هنا ولا هنا يعني هو ما ياخدهاش يفسحها يزور ده يزور ده لا 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 طيب. و... يوجد في بجي... الشغل يا دكتور محمد ينام مم. بس فهي هو يجي ينام هي يسيبها قاعده لوحدها هي معاها ابنها لسه مخلف فابنها عنده سنه هي تفضل قاعده ايه في الشقه لوحدها ما تلاقيش حد يكلمه فهي بتقول له يعني انا مش طالبه منك اكتر ان انا انزل عندها اهلي اقعد اسبوع ولا حاجه ابكي فيها عن نفسي من الحق انا مش في سجن طيب يا حاجه حاضر يعني انت عايزه تعرفي يعني واجب الزوج ايه تجاه مراته يوديها عند اهلها كل قد ايه مش كده؟ سيئة يا دكتور محمد هي دلوقتي بتعاملوا معاملة سيئة جدا ما نعم برضه ما ينفعش يا حاجة أعلمي بنتك ولا برضه تعاملوا معاملة حلوة حتى لو هو أساء إليها تحسن هي 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 بتكسر في وشه يا دكتور محمد مم. ألو أيوة معاك يا بتكشر بتكسر في يا دكتور محمد لأن هي طبعا هي هو متجاهلة خالص طيب. مش راضي ينزلها هي بتقول لي يا دلوقتي أنا اعمل ايه ان هو الحكم كله في ايدك اخوه دلوقتي وهو من طيب. تخصية حاضر يا حاجه وصلت رسالتك بشكر حياتك جدا موضوع مهم جدا وطبعا برضو مشكلة كبيرة جدا بين الزوج وبين زوجته أخوه بيتدخل في حياته في كل حاجة هنتكلم في هذا الموضوع وهنجاوب على كل أسئلتكم واستفساراتكم ولكن بعد فاصل قصير ولسه متواصلين مع حضراتكم وبرنامجكم هتجوز برحب يا جماعه بكل اسئلتكم واستفساراتكم آه على وسائل الاتصال اللي هتتضع على الشاشه قدام حضراتكم وحلقتنا النهارده من محكمه الاسره والمشاكل والمتاعب والقضايا اللي رفعها بعض الزوجات على الازواج وازاي نحل هذه المشاكل وازاي احنا يعني نساهم في كده البيوت بتاعتنا تبقى مليانة محبة ومودة بدل ما حال الطلاق في مصر كل ست دقائق وده رقم مخيف جدا ومحزن جدا ومفزع جدا عايزين الناس كده تتعايش على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى وكنت قبل الفاصل تلقيت الاتصال من أم يوسف إن جوز بنتها بيعملها معاملة وحشة وما بيسمحش لمراته ان هي تزور اهلها طبعا ده برضو عمل يغضب ربنا سبحانه وتعالى كل زوج شايف من دلوقتي لازم لازم كما قال الفقهاء لازم مرة على الاقل كل اسبوع ياخد زوجته وروح يخليها تزور اهلها هو ده اللي يرضى ربنا سبحانه وتعالى انت لو رحت قعدت عند حماتك شوية وقعدت مع حماك شوية كويس جميل قوي مشغول وعندك شغل وديها مثلا الصبح الساعة 8 أجي أخدك الساعة 6 الساعة 7 الساعة وهكذا هو ده اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى لكن ما حدش ابدا يحرم ام من بنتها ولا بنت من امها لان ده يغضب ربنا سبحانه وتعالى. اللي طبعا المشاهده الكريمه بتقول لنا ان بنتي بتكشر في وش جوزها عشان هو بيسمع كلام اخوه بيعملها معامله وحشه. برضه بقول اهو لكل الستات اللي شايفيننا ولكل الزوجات ما ينفعش يا ست الكل تكشري في وش جوزك ولا تزعلي منه على الاطلاق. من فضلك اقعدي معاه. وحاولي تتفاهمي معاه وشوفوا نقاط الاتفاق اللي بينكم، وطبعا اخوه أنا كان اخوه الكبير وبيحترمه مهلا اهلا وسهلا، عندنا الفلاحين يقول لك اللي مالوش كبير بيشتروا له كبير، ده مهم جدا، لكن ما يتدخلش في حياتكم في كل حاجه، هو ده بقى اللي يغضب ربنا سبحانه وتعالى، يسيب له كده مساحه انت وجوزك تتفاهموا فيها مع بعض وربنا ان شاء الله يصلح لك الحال، ولو عندك امل لاصلاح جوزك باي نسبه ارجوكي تحاولي انك انت يعني تمشي ورا هذه النسبه وما تخربيش بيتك لان خراب البيوت مساله صعبه جدا زي ما قلت لحضراتكم. احنا طبعا رحنا محكمه الاسره ورصدنا حالات كتير قوي لناس ظروفها صعبه ومشاكل كتيره جدا بتحتاج مننا ان احنا لازم نعرف فقه الزواج يعني نعرف كل واحد يعرف حقه ويعرف واجبه هو ده اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى في هذه المسألة. آه بعد إذن حضراتكم هنشوف بعد كده بقى مشكلة الست رضوى. الست رضوى تعرضت لمشكلة كبيرة جدا مع جوزها. خلينا نشوف هتقول لنا إيه وراجع مكمل مع حضراتكم برنامجكم هتجوز. مش عايزني أنا ولادي في الشقة وطردني أنا ولادي من الشقة. ومش عاوزنا نقعد ولا عايز يصرف عليهم ولا عاوزنا نقعد ولا عايز يطلقني ولا عايز يعيش ولا عايز أي حاجة مش فاهمة وعايز إيه بالظبط بس وأنا جاية هنا عشان أرفع قضية عليه آه رجعنا لحضراتكم مرة ثانية وأكيد شفتوا مشكلة الست رضوة طبعا مشكلة كبيرة جدا جوزها طردها من الشقة هي والأولاد ومش بيصرف عليها ومش عايز يطلقها. رفع عليه حضرتها قضيتين، قضية نفقة وقضية طلاق. طب هي تعمل ايه؟ إذا كان هو طردها من الشقة. يا أخي حتى ده لو أنت ما ينفعش. يعني ليه كسرة النفس دي؟ ليه الذل ده تطردها من الشقة ليه؟ ما دامت هي حاضنة وخلفت هي تقعد بالأولاد في الشقة. ده بتربي ولادك، ده هتشتغل خدامة لهم ببلاش. سيبها خليها قاعدة في الشقة. وروح انت شوف لك شقه تانية واقعد فيها هو ده اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى يعني ليه كسره النفس وزال وزال وتزل اولادك وتزل زوجتك وتطردها من الشقه خليها قاعده في الشقه وانت راح اقعد في اي حته هو ده اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى في هذه المساله وبعدين يا اخي لازم تتحملها يعني حتى لو زعلتك شويه يعني زي ما اكد لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انك لازم يعني تتحملها وسيدنا النبي هو بياكد لنا في الحديث الصحيح بيقول لنا من صبر على سوء خلق زوجته الزوج اللي يصبر على سوء خلق زوجته اعطاه الله من الاجر مثلما اعطى ايوب عليه السلام طب والست بقى اللي تصبر على سوء خلق زوجها ومن صبرت على سوء خلق زوجها اعطاها الله من الاجر مثلما اعطى آسية امرأة فرعون فما ينفعش أبداً يا جماعة إن الزوج يطرد زوجته من الشقة بأولادها وما يصرفش عليهم لأن ربنا سبحانه وتعالى حيسألك لينفق ذو ساعة من ساعته ما أنت رجل وأنت مسؤول وربنا لنا في القرآن الرجال قوامون على النساء بإيه بقى يا جماعة بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فمهم جداً إنك تنفق على أولادك وتنفق على زوجتك مش تسيبها كده وتوصل الموضوع لمسألة طبعا المحكمة دي حاجة طبعا تغضب ربنا سبحانه وتعالى وزوج ربنا حيسأله يوم القيامة عن زوجته إن أحسن عشرتها أحسن الله إليه وإن أساء إليها ربنا سبحانه وتعالى حيسأله وخدوا بالكم يا جماعة وعند الله تجتمع الخصوم آه ويا ريت مهم جدا كمان من الاتصالات اللي بتجينا يا ريت الاهل ما يتدخلوش الا عند الضروره لكن انا اعرف امهات بتتدخل دس انفها في كل حاجه في حياه بنتها كلتوا ايه شربتوا ايه طبخت ايه عملت ايه لب لبستي ايه اعملي ايه ما ينفعش يا جماعه سيبوا ولادكم يعيشوا حياتهم وحتى لو جولكم يشتكوا قولهم حلو مشاكلكم مع بعض ليه بقى؟ لأن البنت بتتخانق مع جوزها أو عاملة مشكلة مع جوزها تحكي لمامتها مامتها شالت من جوز بنتها بعد شوية الراجل بيصالح مراته أو الست بتصالح جوزها وبيرجعوا لبعض لكن الحماته بتبقى لسه ما زالت شايلة منه ولو البنت بقى يعني ما اتكلمتش مع والدتها وما اشتكتش من زوجها وتحملته وأرضت في ربنا سبحانه وتعالى أكيد يعني هتبقى الحياة آمنة الحياة مطمئنة الحياة طرد ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى وقدر فهدى وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير عند طبعا مشكلة تانية برضو في محكمة الأسرة رصدها فريق الإعداد عن طبعا زوج خلى مضى زوجته على الأيمة أنها استلمت أيمتها وطبعا خدوا منها كل حاجة وسنها كان اقل من 21 سنه. خلينا نشوف المشكله دي وراجع مكمل مع حضراتكم برنامجكم هتجوز. بنتي في حد من عندنا بالبلد اتقدم ليها وكده وزي اي حد اي واحد بيتمنى يجوز بنته كده عشان تتشال من يعني تبي لغيرها. فالمهم حصل تاتش مره اثنين المهم اشتكتهم بالأيمة جاب بنتي رجعت يعني اشترت عيشتهم ومشيت راحت لهم. غادروا بيها خدوها النيابه مضوها على حاجتها على قيمتها نزلت على المحضر وانت حاجتك هي ما تعرفش هي اقل من 21 سنه خدوها من ورا يعني قانونا المفروض يقل اقل من 21 سنه الراي بتاعها ما يتاخدش بيه حد مثلا والدها اخوها عمها قانونا فدلوقتي احنا بقالنا فتره بنجري عليه نجدد التحقيق تاني عملنا تظلم وكده والحمد لله قبل وهيتحقق في القضيه تاني رجعنا لحضراتكم وشفت طبعا والد البنت مسكينه اللي قال من 21 سنه اللي طبعا اهل زوجها مضوها على الائمه وضيعوا حقها وده طبعا غش وتزوير وكذب وحاجات كتير قوي والرسول صلى الله عليه وسلم حسم هذه المساله يا جماعه لما قال لنا في الحديث الصحيح من غشنا فليس منا يعني المؤمن ما, ما يعرفش يغش حد المؤمن دائما وابدا بيتعامل مع الناس على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. يقول العارفون بالله من عصى الله سبحانه وتعالى فيك فلا تعامله الا بان تطع الله سبحانه وتعالى فيه. يا جماعه احنا بنتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى ولازم تكون حياتنا على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وعايز اقول لحضراتكم ان الأيمة بتعمل مشاكل كتير جدا الأيمة دي طبعا ما كانتش موجوده ايام السلف الصالح ليه لان الناس ما كانتش ذمتهم واسعه زي اللي من دول يعني في دلوقتي خراب ذمم ده الراجل بيبقى معمول عليه قايمه اهو زي ما شايفين كده ويتحايل عشان ياكل حق مراته ما يديهاش حقها لكن ايام السلف الصالح كان الواحد قبل ما يطلق زوجته يعطيها حقها كانش فيه مشكله عشان كده الناس كانوا عايشين حياة آمنة طرد ربنا سبحانه وتعالى والأيمة دي برضه تسببت في مشاكل كتيرة جدا وأعتقد احنا اتكلمنا في هذه المسألة ونعرف بنت مسكينة آه طبعا تسبب مشكلة الأيمة دي أو من موضوع الأيمة تسبب إنها ما اتجوزتش وجات لي تعيط وتقول لي أنا مش عايزة أيمة أنا عايزة أتجوز يا مولانا أنا مش عايزة أيمة أنا عايزة أتجوز طبعا آه والدها جاب أيمة وجي مضى عليها العريس يوم الدخلة العريس رفض يمضي على واهله رفضوا وقامت معركه حاميه الوطيس انتهت, ب... انتهت بان لا هو اتجوزها ولا هي يجو... خلاص انتهت بخراب ال... الزواجه والزواجه في... ما... ما توقفت وبقت مشكله كبيره جدا فعشان كده آه مهم جداً إن إحنا برضو نبقى عندنا أخلاق وما نغشش يعني بنت, بنت مسكينة وغلبانة وظروفها صعبة إنت إزاي آه كزوج أو كأهلها أو أهل زوج يمضوها على ورق هي مش عارفة وتحكوا عليها وتاكلوا حقوقها حتى لو كلت حقوقها في الدنيا هتقولوا إيه ربنا يا جماعة إحنا كلنا بنقرأ في القرآن آية مالك يوم الدين في صور بنقراها كم مرة في اليوم حضراتكم تقروها 17 مرة في اليوم الواحد مالك يوم الدين أرجو منكم تتخيلوا صورة الفاتحة لو ما فيهاش مالك يوم الدين كانت بقت مصيبة كان كل واحد عمل اللي هو عايزه لكن مالك يوم الدين يعني اعمل كل اللي انت عايزه هتلاقي كده ده مكتوب ومسجل عند الله سبحانه وتعالى وزي ما ربنا قال ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا يا ريت نخلي بالنا من هذه الأشياء بعد إذن حضراتكم هخرج لفاصل قصير وراجع مكمل مع حضراتكم برنامجكم حجوز آه وصلنا يا جماعة إلى اللينك الأخير ودايما الأوقات الطيبة مع حضراتكم بتمر بسرعة ولسه النهاردة بنتكلم جايبين لكم حالات ومشاكل من محكمة الأسرة وهدفنا أن الناس تعرف أن الزواج مودة ورحمة وأن اللي بيظلم زوجته ربنا سبحانه وتعالى مش هيسيبه لا في الدنيا ولا في الآخرة وكذلك أيضا الزوجة لما تظلم زوجها برضو ربنا مش هيتركها لا في الدنيا ولا في الأخ ولا في الآخرة فمهم جدا أن احنا نتقي الله سبحانه وتعالى في كل أقوالنا وفي كل أفعالنا جبنا لكم حالات من محكمة الأسرة الحالة اللي معانا دلوقتي حالة الست نوها الست نوها عندها مشكلة كبيرة جدا الأستاذة نوها والست نوها اتجوزت سبع شهور بس سبع شهور فقط لا غير وبعد كده قالت حقي برقبتي طب أحسن خلينا نشوف استاذه نوها بتقول لنا ايه عن مشكلتها وراجع مكمل مع حضراتكم برنامجكم حجوز اهله متحكمين فيه ما بيعملش اي حاجه غير بيهم هم هم اللي بيقولوا تاكلوا ايه تشربوا ايه تروحوا فين لازم اخد اذن منهم هم مش منه هو هو بالنسبه لي يعني ولا حاجه ما كانش بيعمل اي حاجه كذا مره يعني ما قعدتش في بيتي سبع شهور اجي اقعد مثلا تحصل مشكله لا مش هتروحي مش هتعملي ست البيت كنت حامل في بنتي أه لحد ما ولدت بنتي وخلفتها رجع ورجعني رجعت تاني ما قدرتش بقى اكمل لقيت التحكم بقى فيا وفي بنتي ما قدرتش اكمل فروحت سايبه البيت ومشيت بس بعديها رفعت قضيه خلع وكسبتها النفقه من 2012 لحد النهارده انا ما خدتش ولا عندي رجعنا ليه حضراتكم يا جماعه مره ثانيه وطبعا مشكله طبعا الحاجه نهى والاستاذه نهى عندها مشكله كبيره جدا رفعت قضيه من 2012 لغايه دلوقتي 2016 ما خدتش نفقه طب يا جماعه تصرف منين يعني عندنا برضه لازم نشوف حل لمشكله بطء اجراءات التقاضي يعني طبعا القضاء مصر فيها قضاء عادل وجميل ومتميز ورائع لكن التاخير الطويل ده طبعا القضاء عليهم عليهم عندهم حالات كثيره جدا واعداد مهوله من الحالات دي فلازم نبحث عن حل لهذه المشكله الصعبه جدا اللي بتواجه مجتمعنا طبعا هي بتشتكي ان جوزها اهله بيدخلوا في كل حاجه وحماتها بتتدخل في كل حاجه ودي مشكله كبيره جدا بقول لكل ام شايفاني من فضلك انت جوزتي ابنك خلاص بيه سيبيه حياته واجه مشاكله مع مراته هيتصالحوا بعد شويه لكن تدخلك في كل المشاكل ده, ده يعني في كل حاجه في البيت طبعا ده بيؤدي الى مشاكل كتيره جدا واحنا يا جماعه لازم كده يعني نتقي ربنا سبحانه وتعالى علشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ويرضى عنا جميعا ان شاء الله برضو بقول لكل زوجه يعني مش من اول مشكله كده بعد سبع شهور تانيك سايبه البيت وخلاص وماشيه لا حاولي برضه تتحملي حاولي كده تشوفي حل حاولي تتصبري حاولي كده ترضي بقضاء ربنا سبحانه وتعالى وقدره حاولي تشوف حد يحللك المشكلة اقعدي تفهمي مع زوجك اقعدي تفهمي مع حماتك ان شاء الله بكل تأكيد لما ربنا يعلم في قلوبنا خير أكيد هيكرمنا سبحانه وتعالى وهيحل لنا مشاكلنا ومتاعبنا علشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ويسترنا بستره الجميل. معانا اتصال تليفوني، معانا أم أحمد، يا أم أحمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً يا أم أحمد. أهلاً بيك يا شيخ. أهلاً بيك يا أم أحمد، اتفضلي. نبي لو سمحت انا بنتي عندها 38 سنه ما شاء الله ربنا يبارك فيها حاجة. يعيش يا حاجه نعم. يا شيخ وبعدين كل ما يجي لها عريس ما تتمش ما تتمش ما تتمش اه الب... وبعدين رحت للشيخ راح خوفني وقال لي حاجه غريبه جدا قال لك ايه ما بس يا امي ما تعيطيش قال لي قال لي هي مش واحد ما يعيش قال لك ايه واحد بيعشرها واحد ايه بيعشرها اه واحد ايه يعني إيه يعني الجن اللي عليها يعني مش هتتجوز آه. مش, مش هتتجوز قالك مش هتتجوز آه. يعني طب آه. انا اسالك بس سؤال أول حاجة. بنتك بتصلي يا حاجه بصراحه والله العظيم اقسم بالله بصلي. إيه؟ ومتدينة. بتصلي, بت... ومتدينة بتصلي ومتدينه بتصلي ولا بتصلي ولا لا أه. رد عليا لا بتصلي والله بتصلي, بتصلي. اللي له آه. ده شيخ مش لا يمكن يكون شيخ طبعا ده واحد اكيد دجال آه ومصاب ما اعرفش ما اعرفش فانا عايزه نمرتك حضرتك يا يا ست الكل طبعا ربنا يكرمك انا تحت امر حضرتك خليكي مع الكنترول هيديكوا أه. رقمي يعني انا بكلم كل الناس ما فيش مشكله بس انا عايز أه. بس اقول لحضرتك يا ام اسمعيني من الـ من الـ من, من طبعا من التلفزيون وخلاص اقفل التليفون وانا بقول لكم بقول لكل الساده المشاهدين يا جماعه سيدنا النبي واحد قال لنا من اتى عرافا او كاهنا فصدقه فقد كفر ما انزل على محمد عليه الصلاه والسلام ومن اتى عرافا او كاهنا ولم يصدقه لم تقبل منه الصلاه أربعين يوما ده رقم واحد رقم اتنين ان بنت حضرتك ما دامت بتصلي وعارفه ربنا سبحانه وتعالى وانت علمتيها وبصوم وعارفه ربنا يبقى الزواج رزق ورزق الانسان اعرف به منه ولو أن الإنسان هرب من رزقه راكبا القطار التربيني لجرى ورأه رزقه راكبا الطائرة النفاثة حتى يصل إلى فمه بإذن الله سبحانه وتعالى نمرة ثلاثة مش عايز حياتك تزعلي أنا عايزك بس تدعي لها نمرة أربعة ما تصدقيش الراجل الدجال ده اللي بيقول لك ان هي مش هتتجوز خالص والجن بي اولا الجن لا يستطيع ان يعاشر الانس على الاطلاق لان ده مخلوق من نار وده مخلوق من طين ما فيش حاجه اسمها كده هو بس ممكن وسوسه شيطان تهيؤات وما الى ذلك انصح بنتك ان هي كل يوم الصبح تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير يقول عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح عليكم بلا اله الا الله والاستغفار فان الشيطان قد قال أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله فلنهلك هذا العدو المضل المبين بلا إله إلا الله وحده لا شريك له وعلى بنتك كذلك أيضا أنصحها بأن تقرأ سورة البقرة كل ثلاثة أيام ليه بقى؟ لأن سيدنا النبي قال لنا كده عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم لما قال لنا صلى الله عليه وسلم عليكم بصورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حصرة ولا تستطيعها البطله يعني ايه لا تستطيعها البطله يعني لا تقدر عليها لا ولا الشياطين ولا بدع ربنا البنت كل البنات اللي تجوزوش ان ربنا ان شاء الله يرزقها بزوج صالح اللهم ارزق كل البنات بازواج صالحين وجمل كل زوجه شايفانه في عين زوجها فلا يرى غيرها يا رب العالمين انك على ما تشاء قدير يا رب العالمين اكيد عرضنا لحضراتكم اراء بعض الناس اللي راحوا طبعا محكمه الاسره بيشتكوا من موضوعات وقضايا ومشاكل خلينا نشوف رأي القانون في هذه المسأله الأستاذ شوقي عوض والأستاذ رجب فراج نشوف رأيهم في هذه القضايا وهذه المشاكل وراجع مكمل مع حضراتكم برنامجكم حجوز. هي المرة بعد الحصول على حكم الطلاق من حقها إنها تقوم برفع ثلاثة أنواع من القضايا. للحصول على نفقه متعه نفقه عده لا تقل عن ثلاثه اشهر الحصول على مؤخر صدقه المذكور بوثيقه الزواج. في بقى قضايا تاني لو هي معاها اولاد اللي هي ايه؟ ان هي ممكن ترفع قضيه اجر مسكن اجر حضانه تاخد مسكن وتقضيه ان هي ايه عشان تسكن في مكان وهو يصرف على المكان ترفع قضايا بنفقه لاولادها تمام؟ هي دلوقتي لها حلين لما تاخد حكم النفقه يا يعني اما تسلك طريق اللي هو الدوله عملته اللي هو طريق بنك ناصر الاجتماعي وده بيصرف لها جزء من اجمالي المبلغ مش التوتال المبلغ زائد الاجراء الثاني ان هي ممكن تنفذ عليه تنفيذ جبري عن طريق المحكمه آه رجعنا لحضراتكم وحضراتكم شوف طبعا رأي القانون في مثل هذه المسائل والمشاكل، وإن كنت أنا يا جماعه من خلال هذا البرنامج بدعو كل الناس يعني إنها تلجأ للقانون بعد ما تستنفذ كل الوسائل للإصلاح، يعني أنا أقول لحضراتكم في بلدنا في طنطا زمان كان يعني شيخ البلد والناس الكبار في البلد بيعودوا يحلوا هذه المشاكل، ما كانش في حد على الإطلاق بيصل للمحكمه في طنطا ولا ولا حد يروح المحاكم وما إلى ذلك. وكان كل واحد عارف حقه، وكل واحد عارف واجبه، كل واحد بيتقي ربنا سبحانه وتعالى، فاحنا عايزين كده في كل قريه يبقى حد من الازهر، حد من الشباب يقعد كده نساهم في في اصلاح ذات البين، واعتقد ان دي لها يعني ثواب عظيم جدا عند ربنا سبحانه وتعالى، علشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا في الدنيا وفي الاخره، وطبعا لازم اقول لحضراتكم في نهايه هذه الحلقة أن الجواز يقوم على المودة وعلى الرحمة وعلى أن كل واحد يتحمل الآخر وأنا قلت كتير جدا ولسه بقول تاني أما تيجي تتعامل مع زوجتك لازم تستخدم السيكة اللي بتكتب كل اللي بتعمله بدايك بتخزنه عندك لازم تجيب السيكة وتمسح لأنك لو ما مسحتش بعد شوية هتطلقها هتحصل مشاكل كتير جدا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرد الشيطان من بيتنا اللهم إني أسألك من فضلك يا الله أن تطرد الشيطان من بيتنا اللهم يسر لنا كل أمر عسير وافتح لنا فتوح العارفين ونجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين إنك على ما تشاء قدير يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم جنبنا معصيك واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أن وابعدنا عن سيئ الأخلاق لا يبعدنا عن سيئها الا انت رب العالمين انك على ما تشاء قدير شكر الله لكم ايها الاحبه نلتقي على خير باذن الله في الحلقه القادمه الى اللقاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته